رح نبلش معكم هلأ بفقرة صغيرة هيك منقدمها دايما. هاي الفقرة عملناها في مسرح الفكر الجديد، ساعدنا فيها الأستاذ زيد مطحي وزين غنمة، وهاي منحكي فيها عن فكرة العنف الجامعي اللي بتصير عندنا في الجامعات الأردنية. وإحنا فكرنا في الموضوع واكتشفنا إنه العنف الجامعي في الأردن لا يحل، فإحنا ما بدناش نحل العنف الجامعي، بس نغير شكله. فبدل ما يكون في وصف لأجزاء موجودة في جسم الإنسان درسنا عنها في كتاب الأحياء، الصف ضيعت الكاميرا طبعا، تمام، هاي ما تضويش احمر. بدل ما نصير نوصف اجزاء موجوده في جسم الانسان درسنا عنها في كتاب الاحياء صف ثامن، وبدل في ما يصير في مسبات وحاله حقد غريبه مدفونه جوا، وبدل ما يصير في تفسير غريب لهي الطاقه، ليش ما حجر ورقه مقص في المنطقه بدي اشوف وجهك، وبدل ما يصير في عنا بعبي باص الكوستر وبجيبه باب الجامعة بجيب 500-600 واحد في أكتر من باص، فبتيجي بتسأله هذا اللي قاعد جوا الباص انت جاي تضرب مين، فحيجاوبك طب انت ليش جاي تضربه، طب ايش فيه. فبدل ما نوقع هذا الزلم مجموعة أسئلة مش حيقدر اجاوبها، ليش ما جاهز؟ انا اللي جاهز لك، ورجيني. هب بيقول لك في مره واحد اجنبي دعس واحد محشش، نزل عليه قال له بردون، قال له بردون بتلبس جاكيت مش تدعس خلق الله. قلبت معدتي الله يقلب معدتك، هاي نافه؟ نافه. حرامي دخل على بيت، المره اللي في البيت انا قد اجرها، اول ما شافت الحرامي مسكته وقعدت فوقه، وصار تقول له ابني روح ولا بسرعه نادي الشرطه، الحرامي بيقول له مشان الله بسرعه. روح. روح. وبدل ما يصير في عنا استخدام أسلحة غريبة تركب في البيوت، عصايه قشاطة عليها سكين، أو مثلا بتجيب سلك بتلفه على إيدك بتلف عليه الحزام، وأسلحة غريبة جدا زي القداحة اللي عليها مش عارف شو الشلن اللي مش عارف مين، بدل كل هاي الأسلحة ليش ما نستفيد من خيالنا وطاقتنا بموضوع تاني اللي هو الغلبة بغلبين. موافق. اثنين الجميع. طبعا احنا خلينا سليمان يفوز في اخر واحدة عشان نعمل خيال علمي في السكتش. وبعدين احنا بنقترح اذا هاي الاقتراحات ما عجبتكمش انه نعمل اشي اسمه اليوم العالمي للعنف الجامعي. نعمل من كل جامعة فريق متخصص بالعنف الجامعي، وناخد استاد ونفلت كل الطلاب على بعض بيوم واحد. ممكن كمان نعمل جوائز. طبعا زي في عنا زي جائزة اسوأ حظ. اللي هو كان ماشي. كان ونفشخ. ماشي بس وانفشخ. بس. ممكن نعطي عضوية للفائز أعنف واحد نحطه بالدبليو أف مع جون سينا مثلا. طبعا هلأ اللي بيفوز في مباراة العنف الجامعي وإذا تأهل على النهائي وفاز راح يرفع اسم الأردن عاليا إن شاء الله في سماء الدبليو دبليو إي. وكان هذا سكتش العنف الجامعي من فرقة مسرح الشارع. صباح الخير.